السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا في حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين المدن الخضراء. يعني مضايقني شارع بس بعدله ناس تي لين آخر الدنيا تضرب يوتيرن. زين ليش على شو يوتيرن؟ إذا كبرت المدينة عقب بسويها، ما عليهم مشكلة. أبا أغير الشارع، جبت العيد في لحظة. زين وأبى أسوي يوتير لحظة حق الشاحنات، لأن متلعوزين. الشاحنة تاخذ يوتير من قدام الهاي واي. انا احس ان هذا غلط، احس ان الهاي واي لازم يدخل مكان ثاني. لحظة، بنحط الطاقة النووية هالجيم هذا، بس مع الترتيبات والامور بغيت ارتب. ممكن اسوي هذا برا التسجيل، بس بغيت ارتبه ونحن بالتسجيل على اساس شوفوا هني يدخل الهاي واي. الناس اللي جاي من هنا على فكره زحمه الهاي واي، على فكره في عالم استعمله الهاي واي، الناس تحب السيارات، بس هذا بيأثر على القطار ما اعرف، بس ما ظني. لا، الناس اللي بتاخذ قطار للعمالة والناس اللي تحتاج دوام تاخذ خطر، ترى بتاخذ خطر. هاي اللي قام ياخذون يتر من هني، الاول كان ياخذون يتر من اخر الدنيا هني، الحين قاموا لا ياخذون يتر عدل. والحق ان انا اشل الهاي واي هذا ايبه من هني ادخله من ورا المدينة، بس انا اللي افكر فيه اذا طالت السلسلة هاي بكبر المدينة هاي على فكرة. فاذا كبرت المدينة بيكون من الحق انه شو نكسر هالشارع بكبرة اصلا، نوصل لاخر شيء في كل الاحوال. لا هاي شغال، ما عليه من حد، شغال بس زين. هذا شغال، صديقنا شغال، كلهم شغالين، امورهم كلهم طيبة. الحين هالمنطقة اللي قلت انا بسوي المطار مكان هني، بس ابغى مدينة شاطئ جديدة. التلوث هذا ذابحني على فكرة، التلوث هذا ذابحني أنا. وين أحط تصريف ماي؟ وين أقدر أحط تصريف ماي ما يسوي له التلوث هذا في المدينة؟ يعني شكله قبيح، ترى شكله قبيح من الآخر. ها المفروض 100% شو؟ مش هذا فعلا 100% ترى. almost pure water. زين ما يشوف شو وضع، اوكي صح. فبشل هاي كلهم، بكنسلهم، ابى احطي هني مال تصريف الماي، احطي لهم كهرباء. شوفوا هذا المكان، هذا هني راح تستوي مدينة، بس هذا المكان ولا هاي الهم نفسهم انا ممكن اتخلص منهم كلهم واحط مكانهم اللي هو 100% شو يصف الماي. انا الصراحة ما اقدر اتحمله، خلاص الصراحة ما. تلوث الماي هذا زي زفت والله، مش عاجبني. بس لحظة، اقدر احطيهم على هذا؟ خلنا اشوف. هي اقدر، شوفوا هالشي جميل، مفروض 100%
يصفي شو الماي. زين بس هذا ما ظني راح يكفي التصريف، خلنا نشوف. بس 3 هاي الكبستي مالها المفروض عالية، 160,000 في الأسبوع، 160,000 هي ما يكفي. الحين أقدر أحط غيره، ليش؟ لأنه مش مضايقني نفس ذاك الصراحة. هذا المفروض، المفروض إنه ما يهد أي تلوث. أنا أقولكم المفروض، الصدق شو ما أعرف، بيهد تلوث ما بيهد أنا ما أعرف. بيخلي عندنا تلوث وما بيخلي، ما اعرف. المفروض المايك اللي بدا يتنظف الحين، وش كلام يعني؟ اوكي شوفوا، على فكرة اقدر اسوي شلال باستخدام هاي، اطلع الزيرة كبيرة واسوي. شوفوا بدل ما يتنظف شوي شوي. يوه يا الراحة النفسية. لحظة، هذا بنحطيه وين؟ هنا في أي تلوث؟ ما في، بس احتياطا بنحطيه هنا عند الماي. شوفوا التصريف عندي فول الحين، خلاص مش محتاج تصريف، بس بدل ما يتنظف. هل الواحد يكون عنده بحر شوي نظيف؟ يعني البحر كان كله دمبنج، بس تي نعق نعق نعق. على فكرة العمارة شكلها حلو، جميلة العمارة، كله نعق 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 نعق. ما يفيد، ما يفيد. زين خلنا نحط الطاقة النووية، شو رأيكم؟ طاقة نووية، لأن الكهرباء بدأت تنقص عندي. أشوف مش بدأت، يعني مش إنها ناقصة، لها عندي وايد، بس أحس وقت الطاقة النووية. الطاقة النووية الصراحة شيء قوي، يعني جربناها قبل، مريح. بعد 42,000 ما مشكلة عادي، بنبني جزء من المدينة الحين بنبني. لا صراحة اوكي، هاي كانوا مشروع ناجح. شوي شوي التلوث بيروح خلال كم حلقة، بنشوف انه ما تشوفوا لوين واصل. شوف شوف شوف، لين ما نقدر نشوف لين اخر الماب، لين هناك واصل. ليش؟ انزين لماذا هذا التصرف؟ انزين انا محتاج اصلا شوي ناس، فاللي بنسويه الشارع مزحوم وايد. How many ways؟ اوكي بس اوريدي ون واي ستريت، حلو. تقاطع يمشي بشكل جميل الصراحة. هالتقاطع شوي مسكين، بس ما ظني في ذيك الزحمة. 900,000 هذا لا شغال، هو شغال، هو شغال وايد زين انه شغال الصراحة. فيري نايس. هنا عندنا نحن نقدر نسوي شيء ثاني. لحظة، الشارع السيدة وينه؟ هذا زين، نسوي انا التول هذا اليوم بيرفع ضغطي شوي على فكرة. انا اقولكم الحين التول هذا شوي بيرفع ضغطي، ما بحطه هني لان في ناس وعالم، بس بحطه هني ميديم، بنحط هني كوميرشال، هني دكاكين. يبالي هني دكاكين حق حد جاي من الهاي واي، ممكن يوقف لهم كامل ولا شيء. اتمنى لو اللعبه كانت، تعرفون نحن نقدر ننزل مودز الكلام اللي قاعد اقول لكم اياه كله، لكن اتمنى لو اللعبه انا فيها احط محطات بترول ولا اسويها السوالف ولا شغلات كستم زياده من اللعبه نفسها. للحين نحن في الجرين سيتيز، في نية على الدي ال سي، يمكن اشتري الدي ال سي وسوي سلسلة ثانية غير، نشوف الفرق بين تطور سيتي سكاي لاين الاصلية يوم صرنا، بعدها دي ال سي، بعدها نصير نشوف اذا في اي اكسبانشن ثاني. بس الشيء الوحيد الموبا ناتشرال ديزاستر، حتى موبا موبا كو ارث، انا ناقص اللعبة بروح عبارة عن كارثة اصلا، ونصير ازيد فوق بعد كو ارث ما في الصراحة الموضوع هذا. انزين تجاريا نتكلم، هل هذا صحيح؟ انزين بسوي هالتقاطع مربع،
المدينة ضخمة أصلا، مدينة ترى ضخمة، خدماتها كبيرة، شو اسمها كبير، كل شيء كبير. زين أقدر أسوي بالطريقة هاي، بس تمنات بي فيري نايس. خلنا على كلاسيك وي، بتزعلون شوي وبترضون شويتين. زين نبا محلات هني، والصناعية هي ما قامت تكفي ترى، وعندنا طلب على الصناعية بعدنا. شوفوا هني اللحظة اللي مرات الواحد يوقف فيها، لأنه ما يبدأ يزيدون سكان وايد، فيبدأ شوي الوضع يتهربط على الواحد، فتحس لأنك تبى أكثر، تبى تزيد، تبى تسوي، بس سكانه ما يزيدون. مو مشكلة، الحين بنزيد كم شغلة. هالهاي واي وايد زحمة على فكرة، وايد بيزحم المكان وايد، وأحسن شيء الواحد يحصل له شارع ما حد يستعمله. المشكلة مكان الكارغو شوي بعد عثرة صراحة، صراحة يعني. هو أحلى شيء يوم ما أسوي دوار، لو تذكرون في الموسم ذاك ان الدواوير كيف حلت وايد مشاكل، يكون شيء فنان. بنحطي لهم شيء ناسيون سياحة حقه، ما عدا هذا جاردن. جاردن شو احطه هنا؟ مشكلتي ما اعرف اقرر الصراحة، ما اعرف شو احطه. اوف فلث ما حطيته انا، ستيس فلث. الجماعة هنا اصلا بطارة، يستاهلون ستيس فلث. هالمنطقة البطرانة عندنا اصلا كبرها. اوكي هالمكان زين، احس انه زين، انه بيغطي مساحة حلوة، بس ممكن نسوي له مكان ثاني، نكسر هني حبة نفس ما سوينا قبل. حاطين لنا مكان، لا هالمكان كان زين اصلا جاهز حقه، بحطيه هني. ستيتس فولث قريب من ستيتس فندسري، هاي المدينة ماكلين الدنيا يقولكم. شوفوا كل شيء عندهم شلين احنا بالنص، ترى الناس تتي على اتراكشن يعني، حتى لو مدينة فعليا الناس تتي على شو. نفرض انا اتكلم عن مدينة فعلية نفس اي مدينة عالمية، ولا مدينة سين صاد مهما كانت يعني، اكس واي اكس واي زد. اذا الناس بتتي تدور امان، تدور خدمات صحية، تدور العيشة الطيبة، تدور فرص وظائف. الحين انا ما عندي فرص وظائف، ليش؟ لان الصناعة عندي منخفضة تعتبر، فاذا الصناعة منخفضة الناس ما تبى المكان، الناس محتاجة صناعة، محتاجة هالسوالف. نحن عندنا منطقتنا الصناعية من متى قلت انا بسويها وما سويتها صح؟ بنكبرها وبزيد الصناعة على اساس تزيد هناك. بس هاي شو بتكون؟ مسكين رجع 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 شو رجع. بس هاي بتكون شو؟ صناعية عادية، ما بسويها تشجير. ولا المكان غني بالتشجير على فكرة، يعني ممكن اسوي تشجير وانا مرتاح، ما عندي اي مشاكل. ممكن اكبرها لمنطقة التشجير، نزيد الدستركت مالها. وين دستركت؟ هذا هو. زين ممكن نزيد الدستركت هني كامل المنطقة هاي، بعدين احط المصانع. ليش بعدين احط المصانع؟ اساس يمتبنوا ما يبنون مرتين، لان في العادة شو يسوون الاذكياء؟ يهدمون وعقب يبنون. وعندهم خدمات كلها تقريبا هني، ما عاد الماي. اكيد ما في ماي اكيد. متى اسوي مدينة؟ اول شي احط الماي، اخر شي ماي كالعادة. زين الحين احنا محتاجين صناعة، بيطلع بسرعة. هي طلع بسرعة خلاص. وين حطينا نحن مناطق سكنية وما حد سكنها، ترى بعد شو بيستوي؟ بيطلعون بيون سكان على اساس المناطق الصناعية الجديدة. شوف الحين السكان بتشوفونهم يزيدون شوي 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 يزيدون. بس هنا حلو السالفة، الشغلة هاي جميلة الصراحة. Did you hear about the new road
like the new things built some of those. اوكي يبالي سيارات كهرباء في المدينة الصراحة، يبالي سيارات كهرباء، سيارات كهرباء أكثر. خلينا نسوي منطقة تجارية إنزين على الهاي واي، دكاكين وغيره ومولات، هذا زين مكانه، هذا مكانه بيكون مع التقاطع هذا، آسف لكن شر لا بد منه. ونحط لهم شارع 6 خطوط هني عادي، لا تزعلوا مني يعني، لكن بنعطيكم اراضي غير الحين مو مشكله، بنعوضكم، بنعوضهم باراضي بعد شويه. لو سمحت ممكن بدريس اشوف اقرن. مدينة كامل مشبوكة، بس ابى احط شيء. لحظة هنا ما بحط التقاطع لان اردي عندي تقاطعين خياس، كل شيء وصل لهم، هاي اللي كل شيء وصل لهم ما عندهم مشاكل هني. وش بحطي شيء الناس تيله يعني، اوف شوبينج، ايوه هذا هو المطلوب، هو بعينه هذا اللي نابه. ايوه جلبه ونحط هني المنطقة هاي كلها شو تجارية حق شوبينج. نحن محتاجين على فكرة محلات، شوفوا الاحتياج يزيد لها اكيد. ما في انا والماي قصة لا تنتهي، انا والماي قصة لا تنتهي. انزين ما في مول، الحين كان في مول توي من ساعة شفته، انا مش استديوم لا، مش اكسبو سنتر، مش ساين سنتر، هذا اوبرا، تاكس اوفيس حطيناه، ما عندي مول، ما عندي مول شي. اكسبو سنتر زين يمشي، مشي اكسبو سنتر يمشي، ونسوي هالمنطقة كلها مش سكنية، تجارية طبعا. هني الشوبن كله اللي بيهنا من الهايوي ترى لازم يتشرى، بيبي بيدخل يشوف الاكسبو لازم بيدخل، بيبي يشوف عندنا هالسوالف، بيبي يشوف عندنا ستيتس شوبينج ودنيا، الناس بتحب تسوي شوبينج، معنا ناس تسكن اكثر، معنا ناس تي اكثر، معنا عنا في حركة. شوفوا الحين بدا يزيد الاحتياج للسكان شوي 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 شوي، احتياج للسكان. ممكن نوصل منطقه نسويها سكنيه مره واحده على فكره. زين ليش ما اسوي هاي بالطريقه؟ لا ما يبغاله، بكون اوفر دوينج ات. خلنا نسوي شارع واحد في الوسط. لحظه هذا يتوصل هذا بهذا، مو مشكله ادري بمايل، كنت اقدر اسوي سيدو اكسر بس انا مخلينا مايل. هني بنعبي، هني بنسوي هذا، نسوي بالطريقة هاي، ونبقى مخرج واحد في الوسط. بس ليش مخرج واحد؟ أساس ما أسوي زحمة على الشارع الكارغو هذا، أوريدي ترى مسوي زحمة يعني، مكانه مش وايد رومانسي الصراحة. بنسوي هني سكان، هني كله مكاتب على البحر، متى يقدرون خلهم يبنوا مكاتب ما عندي مشكلة. بنكمل باقي المنطقة سكانية. أبو ماي، أبو ماي هني قبل لا يبنون، يحتشرون علي. ما في ماي، ما في ماي، ما في ماي، بس بالطريقة هاي بتسمعونهم. ووتر ووتر وتويتنج، تويت شغال، كلنا نو نو فور مور انفورميشن. بوليس اوفرز، منو قال ان انا بسوي سكيور دورز فور رنت؟ اوكي حلو، عندي شرطة عائلة،
شوف هو كلهم على شارع كبير، فما سويت لهم وايد شوارع تطلع، على اساس انه يستعملون الشوارع الاساسيه كلها، واللي يكون ساكن هني بس يجي من هني. هذا بعد كان يبغى يكون شارع كبير، لا عنده شارع عند قراب بس بلوكات صغيره، ما يحتاج، ما له داعي يطور اكثر من هذا الصراحه. انا اشوف لا بس هي بس بس عندنا هني بنسوي مكان. زعلانين لان سويت متغطى تشجير زياده كالعاده، مو مشكلة عادي، ما عليهم يرضون مع الوقت، ما يشوفون فلوس تدخل عليهم. عمي بيقول قص الباقي بعد، ما عندهم مشاكل، بيقص الباقي كله. هم بيقولون هذا الشي يسوي صح؟ لحظة بتقولون شو تسوي انت وهذا وكل شوي تدفن. خلينا نسوي تضاريس على الارض، الارض المسطحة مو بالنسبة لي انا مش سياحية، محتاج اسوي شغلات ثانية. ايوه كل الرمل اللي عندي بخلصه شكله، ما بخلصه، ما احتاج. اشوف ايوه هذا المستوى اللي ابغاه، وبا هني اسوي الطاقة النووية. نبغى مكان حق الطاقة النووية، لازم السلسلة تكون شوي غير عن باقي، ولا تكون غير عن السلسلة اللي قبلها، لأن this great city I think I'm dreaming for. حلو حلو، أهم شي إنك مستانس. مستانس أنت؟ بيزعلون هاي العقب شوي، بهدم كم من واحد ترى. سوري انزين، ما عندي اكثر عشان خلنا نشيل ما هني اساسا. نحطي وين؟ فوق. نشيل من تحت نحط فوق، نوسع المكان شوي حقهم، لأن الطريقة هاي ممكن أي بكل بساطة أقول أبا الشارع. أوه على حظي، ما غير ما أهدم شي. نحط هالشارع مثلا هني، وي كان كول إت داي. أمير سبورتنج تمبر اندستري ستيب تورز تو جرينر تومورو. أوكي اي شراء الغابات ولا غيره، هذا في ناس متضايقه منها، في ناس مستانسه، في ناس تشوفوا هني في بيوت الحين بتنبني مع الطلب، مش بس حبه حبه، لانه لو مشينا مره واحده راح يسوي لنا مشاكل على فكره، مشاكل قويه يعني مش طبيعيه راح يسوي لنا. بس هالمكان راح يتطور بسرعه لانه عنده اكسبو وعنده ستيتس اوف شوبينج، والمنطقه زرقاء مره تماما. مش كل حد بيقدر يحصل هالشيء هذا، بس ممكن كل حد يستفيد منه يشوفه. يعني شوفوا 77 فيزيتر كان عندنا من اخر مره، 77 فيزيتر اخر مره، ما حد اني حطيت المطار بشكل اوكي الصراحه، ما كان عيب اني وايد المطار. الحين ليش ما يبنون عندنا بيت؟ اوكي ممتاز، كلوسل سيتي. الحين حصلنا فلوتنج بوت، الحين حصلنا ثيرمال انرجي وكونفرتنج بلان، بس النووي مشروع ناجح. أنا ما أذكر بالضبط حجم النووي، لكن أتصور إنه مفروض مفروض يركب، بس ما ركب. ترى على فكرة أمور طيبة، أقدر أسوي هالحركة هاي ونحط النووي هني، بس مصنع النووي وسط الصناعية، في وسط الصناعية مرة، يعني إذا استوى شيء في المصنع هذا كلهم باي 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 باي. بس استهلاك الماي عالي ترى على المصنع على فكرة، لأن أذكره كان يستهلك ماي. كم يستهلك؟ يستهلك ماي ووتر هي 1920 يستعمل في الأسبوع، استهلاك عالي. نزل ماي دايركت،
المي، لكن عندنا انتاج قوي نحن المي. نحن كل شيء مثل ما يقولون اوفر كل، نحن اكثر من اللي نحتاجه قاعدين نسوي اصلا من زمان. بس هذا بيوفر لنا كهرباء لفتره طويله طويله جدا جدا جدا، يعني فتره طيبه. بس انا شو بسوي الحين؟ ابا عندنا خطوط كهرباء هني، طلع خط كهرباء هني بعدين هني. اساس يكون الطاقة مشتركة بين منو المدينتين. فمديت اوفر، شو اوفر هيد لاين، شوفوا يت الكهرباء على اساس هني ما يضربوا لنا. خسرنا هني عندهم محطة سولر لكن مش مشبوكة في الرقم الفعلي. لا فاشبكهم في بعض على اساس يكون مشبوك في الرقم الفعلي على فكرة. هاي الفكرة، كل هذا كان حق الطاقة النووية على فكرة. هاي وقتنا اليوم للحلقة خلصنا، سنطولنا اكثر من اللي كنا توقعنا. نشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية باذن الله. بنهي شكل السلسله على الحلقه الجايه، في احتمال، في احتمال. انتوا قولوا لي شو رايكم تحت وخبروني ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله. لا تنسون كالعاده لايك سبسكرايب شير الفيديو، سووا لنا افتحوا النوتيفيكيشن، شوفوا الحلقات الجديده دائما في جديد، فلا تنسونا. فالسلام عليكم ورحمه الله، ونشوفكم على خير.